الشرف والناس ما الناس غير الناس بيعوا ترى الآمال أرخص من الأموال شوي بلشت خاف عليك منك، خايفة أوصل لهداك اليوم اللي الله يخليك. إذا بتحبني عن جد حاول تخلص من الأحباط تبعك وبترضى باللي عايشينه هلأ. حبيبي أنا مستعدة أعمل لك أي شي بريحك وبيخليك تشتغل. ولك خلص لي هالرواية بقى، خلصها وبعدين لكل حادث حديث. طلع فيي، أنا بحبك، عم تفهم إني أنا بحبك؟ بعدين هذا الولد اللي ببطني هذا ابنك، وأنت ما عاد ملك حالك، فاهم علي بقى؟ دمرتنا أنت، مشان الله خلص بقى. منار لا تكوني عم تمزحي، أنا فعلاً ما أدري استوعب شو اللي تغير فيك من امبارح لليوم. حكيلي أستاذ. ما في شي تغير، يعني أنا من الأول مو هاد اللي بدي إياه، ولما سجلت الغنية هلا عم بسمعها ما قدرت أتحمل حالي. أنا ما عم بتحمل أسمع صوتي بهيك غنية، مو هاد اللي كان بدي إياه أستاذ، وأنت بتعرف. لينار اهدي شوي واسمعيني منيح، نحن حكينا بهذا الموضوع مرة وتنتين وثلاثة واتفقنا على أنه شوية تنازلات بهاي الفترة ما بيعني أبداً بأنك أنت رح تتخلي عن مشروعك الفني. بالعكس نينار أنا معك فيه، بس مو هلأ. أنا برأيي نشتغل هلأ على أنك تصير نجمة معروفة، ساعتها قد مين اللي بدك يا رح تتقبل العالم لأنك نجمة. مش يا راشد عم يحكي مزبوط. حبيبتي نينا، الفن مثله مثل أي شيء بالحياة، إذا ما كنت قوية ما فيك تثبتي حالك قد ما كان الشيء اللي عم تعمليه مهم. مشان هيك انا بلاقي مسيو راشد مشاك على الطريق الصح. يا جماعه ليش ما بتفهموا علي؟ يعني هذا الفن لحتى يوصل للناس بده يكون حقيقي، بده يكون الشخص نفسه حاسس بالشي اللي عم يعمله. اذا انا ماني حاببته وماني حاسه فيه شلون بده يوصل للناس؟ شلون بدها تحبه؟ معك رح تحبيه، وبكره بتقولي عليا قالت. يلا نينا حبيبي قوم البس الفستان اللي قررنا عليه امبارح حتى ما نتاخر على التصوير، لازم بكره يكون البوستر جاهز. أنا آسفة، فعلاً آسفة أستاذ راشد وأعتذر عليها، بس أنا هذا قراري، ما رح أقدر أكمل هيك. بسيطة نينار، ما في داعي للأسف، بس بدك تتذكري بأنك أنت وقعتي عقد مع الشركة. أوكي نينار. Thank you.
عجبك؟ شو ما عجبك؟ شو ما عجبني؟ جوني عيوني بصراحة لو ما خطك كبير عيوني ما بيساعدوني رائع رائع رائع. بس انت طالما هيك ليش كنت يعني مبطل الكتابة؟ لأني فقدت الحافز من زمان. وشو اللي خلاك ترجع هلا؟ انت. انا؟ ايه انت. انت ما بتعرفي قديش اعطيتيني امل بالحياة بعد ما تعرفت عليك. بصراحة انا بعد ما تعرفت عليك بلشت احس انه حياتي صارت حلوة. صرت اقول لحالي يمكن لو التقينا قبل سنين اكيد راح تساعدني على مشقات الحياة. برجع بعدين بقول لا، وجودك هلا اجى بالوقت. صحيح، بس بتعرفي رغم كل هالخربطات اللي عم بتصير بالحياة بس انا صار عندي قناعة تامة وايمان كامل انه كل شيء بيجي بوقته وبمحله. يمكن تكون اشياء مزعجة او مو منيحة بس كمان تجي بمحله. بتعرف شو اجمل شيء؟ هاتي لشيء. شو؟ اجمل شيء انه الواحد يحس بالامان، ويمكن هذا اهم شيء. اكيد انا اللي بعرف قديش مهم الاحساس، وبسعدني انك عم تشاري هالشعور معي. شو بك جابر؟ ليش تغيرت نبرة صوتك؟ ما بعرف، يمكن خوفي على مراد هو اللي عم يزعزعلي هالاحساس بالامان اللي عم نحكي عنه. بس صار معه شيء؟ صدقيني ما بعرف، بس في عندي احساس جواتي ما عم يريحني، حاسس عم يخنقني. خوفك عليه طبيعي. بعرف هاي الاحاسيس اللي بتصيبنا على اولادنا من خوفنا عليهم، واللي بنقضي كل عمرنا تعبانين منشان. يا معك، حياتنا كلها قائمة على التوتر والخوف. جابر قلنا نمشي شوي. يلا تفضلي. بس عن جد أنا بدي أقول لك هاي مفاجأة كتير كبيرة إني قريني بيها. وأنا بسعدني إنك قريتيها بمتعة وأبديتي لي رأيي. مو لهالدرجة. لا صدقيني على قلبي والله. نعم سيدي. بس هذا صديقي كثير وبدنا نساعده. يعني ايمت فينا بنشوف المعلم؟ طيب سيدي يعطيك العافيه. شكرا شكرا. شو استاذ؟ استاذ مشان الله شو؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. بيظهر في حدا فاسد على جلال. شلون فاسد يعني؟ ما بعرف، عم بيقولوا لي انه في خبريه عنه من كام يوم انه اسمه موجود بالمطار. استاذ هذا الحكي مو صحيح. انا عم اقول لك اللي قالوا لي اياه. استاذ ما بصير، يعني ما حدا بيعرف بالقصه. لك يا مراد انت واثق من هالشيء؟ طبعا استاذ، اقسم لك انه ما حدا بيعرف غيري. لك يا اخي بلكي جلال غلطان ومخبر حدا تاني. ليه؟ مستحيل مستحيل جلال يعمل هيك. يا اخي ما بعرف، انا مثل ما خبروني عم اقول لك. طيب مو لازم نعين محامي هلا؟ طول بالك طول بالك شوي، بس الجماعة يردوا لنا خبر بناء على ردهم بنتصرف. ايه شو يعني هذا الحكي؟ يعني اذا قررت توقفي الشغل ممكن الشركة تقضيك، والشروط الجزائية بالعقد كبيرة. طيب نحن ليش ما فينا نحل القصة هيك بيناتنا؟ يعني ما بفهم. لا
لأنه هذا الموضوع مش بإيدي. هذا الموضوع بإيد مسيو راشد، أنت بتعرفي هالشيء. شو عليا؟ حبيبتي نينا، اسمعي مني. مسيو راشد عم يشتغل لمصلحتي. حاجة تقولوا لي عم يشتغل لمصلحتي مشان الله. يعني مساء الخير. أهلا. نينار. لو سمحت شوي. مراتي انت شو عم تحكي؟ معقول هالشيء؟ هذا اللي صار. لك شلون؟ شلون انت بتجيب له جواز سفر وهويه مزوره؟ لك يا يوسف هو هيك بده. لك اذا هو هيك بده، بتقوم انت بتقبل تساعده وتشجعه على هالشيء؟ مشان الله مو ناقصني احساس بالذنب انت الثاني، اللي فيني مكفي وزايد. لك ما شفته كيف كان عم يحكي؟ قلت بساعده انا احسن ما يروح لعند حدا ثاني ويعمل لنا شيء بلوي. وحضرتك كنت بتعرف انه القصه عن طريق خالد، ليش ما اعترضت؟ انا ما اعترضت على السفره. بس ما كنت متخيل انه الموضوع يتم باوراق مزوره. يعني شلون كان بده يسافر؟ يا هيك يا تهريب، واثنين العب من بعضهم. لا مو صحيح، لو هربان والمسك غير ما يمسك بتهمه التزوير. يعني شو ساوي انا هلا؟ هات لشوف شو اعمل. اي يوسف عن جد مراد شو ذنبه؟ انا اسف مراد، ما قصدي انه ذنبك، بس شي بحط العقل بالكف. وهلا شلون بدك نحل القصه؟ ما بعرف، بس قال خالد رح يعمل اتصالاته بلكي بلاقي له تخريجي. خالد خالد خالد، مو معقول هالزلمة. بعدين تعال، إذا كان هو سبب المصيبة كلها شلون بده يلاقي له تخريجي؟ ما بعرف. لك يا جماعة هدوا شوي، هيك ما بصير. عن جد طولوا بالكم، لأنه الانفعال ما رح يجيب نتيجة. خلينا نفكر بهدوء شو بدنا نساوي. ايه بس انا ما كنت عم بحكي هيك، يعني انا اللي قصدي اقوله انه اسف على المقاطعه، بس اسمعيني منيح شو بدي اقول لك. انا صاحب شركه كبيره، وانت شفتي بعينك قديش الناس اللي بيتمنوا يطلعوا عن طريق شركتي، وشفتي كمان فريق العمل البروفيشنال اللي عندي. انت بتعرفي بانه قادرين يجيبوا اي حدا من الشارع ويعملوا نجم. يعني انا مالي بحاجه حدا يعمل لي اسم، انا اللي عم بعمل اسماء. لهيك نينار، أنا ما رح يأثر علي أبداً إذا أنت قررت ترجع على الشام وتبطلي. وبكل بساطة في غيرك ناطرين عشرات، كلمة واحدة ممكن نشتغل عليها ونعملها النجوم. نينار اللي أنا بحب فهمك إياه، أنت شي مختلف بالنسبة لي. أنا آمنت بصوتك وموهبتك من أول لحظة شفتك فيها. مشان هيك أنا لما جبتك لهون جبتك لحتى طلعك من الدائرة الضيقة اللي أنت حاطة حالك فيها كنتي، لحتى تبلش مشوارك وتعملي طموحك ومشروعك الغنائي والفن اللي أنت حابة تشتغليه. أما ليش بلشنا بهي الطريقة وبدنا نبلش بهي الطريقة، فأنا قلت لك من قبل لأنها الطريقة الأسرع. نينار أنا مالي مصلحة، مصلحتي إني سهل لك الطريق وبس، وبالنهاية القرار إلك. إلي أنا؟ والعقد؟ نينار أنا ذكرتك بالعقد بس لحتى فهمك بأنه أنا فيني ألزمك فيه، بس مثل ما بدك. إذا أنت مالك حابة تكملي على راحتك، من بكرة نفسخ العقد وترجعي للشام. يعني نينار لا تتسرعي، بدك هلا ترجع على البيت وتفكري بكل هدوء، تتذكري كل كلمه قلت لك اياها، وتتذكري كمان بانه همي هو مصلحتك. بس بدك تتاكدي بانه هذا الشيء ما راح ياثر على علاقتي فيكي، راح ضلني احترمك وراح نضل اصدقاء. اوكي. شو أميني؟ ما في شيء، بس
كثير متضايقه مشان مراد، ما بتتصور قديش حاسس بالذنب. يلا بسيطه الا ما يلاقوا لها حل. شو بسيطه؟ انت ما شفتي منظر الصبح كيف كان؟ امينه يعني بدي اسالك سؤال لو انه مو وقته. هلا انت في شيء بينك وبين مراد؟ شيء مثل شو؟ يعني شيء هيك وهيك. ما بعرف. ايه شلون هي بقى؟ ما بتعرفي اذا في شيء بينك وبينه؟ ليلى هلا يمكن نحن ما لنا زمان بنعرف بعض، بس انا عندي احساس انك انسانه شاطره وذكيه وبتفهمي وبتعجبني نظرتك للاشخاص، وانا بصراحه بحاجه لحدا احكي معه ويفهمني. ايه حبيبتي قولي لي. بصراحة مراد قال لي إنه بيحبني، بس شو؟ ما بعرف، يمكن الوضع الطبيعي إنه أنا وقت قال لي هالحكي انبسط وأفرح، بس أنا بالعكس تماماً، حسيت حالي كتير تكركبت. وإنتي شو؟ بتحبيه؟ ما بعرف، يعني أنا دائماً بتعامل معه كصديق ومبسوطة فيه كصديق كتير، وكنت كتير حب علاقته بنينار. وهذا الشيء اللي كركبك. طيب سألتي؟ سألته قال لي انه هو متأكد من مشاعره تجاهي، وجود نينار بحياته هو اللي ما كان عم يخليه يميز، بس هلأ هو متأكد انه بيحبني. اقتنعتي بهالحكي؟ وقت لي حكاه ايه؟ ايه وهلأ؟ ما بعرف، حاسة حالي كتير متلخبطة. ليكي أمينة لحتى ريحك، مراد إنسان ما في منه وكتير بيحترم حاله، ولو ما أنا متأكد 100% من مشاعره تجاهك إنها حقيقية، أنا واثقة إنه ما كان حكاكي بالموضوع. يعني ليلى أنت برأيك؟ أنا برأيي إنه أنت اللي تتأكدي من مشاعرك تجاهه، طبعاً بعد ما بتشيلي كل التصورات من ذهنك. يوسف مرحبا. أهلين خالد، تفضل فوت. ها مثل ما توقعت. أهلين استاذ. توقعت شوفك هون يا مراد. شرف، تفضل عود. شكرا. يا أهلا وسهلا فيك. يا هلا. ممكن تفهمني شلون صار هيك شيء؟ طيب انت ممكن تتخلى عن الصيغه الاتهاميه تبعك؟ خالد جاوبني، ارجوك جاوبني، لانه بهذا الظرف ما عادت مهمه صيغه الكلام. ليك يوسف، جلال كان معه هويه وجواز سفر نظاميين 100%، والدليل على هالشيء انه تمم كل امور السفر تبعه بدوائر الدوله بشكل نظامي، وما كان ممكن يصير معه يلي صار إلا بحالة واحدة. تعرف شو هي؟ إنه في حدا تاني مخبر أمن المطار عنه، وأنا بهالحالة ما بتحمل أي مسؤولية. ليش في حدا بيعرف الموضوع إلا أنت؟ ومراد؟ ما بعرف إلا إذا كان في حدا تاني عنده فكرة عن الموضوع. أستاذ حكيت أنا وياك الصبح وقلت لك ما حدا عنده خبر بهي القصة إلا نحن. شوف مراد، الوضع اللي وصلنا له بيتطلب منا نفكر بطريقة مختلفة، وبعتقد هذا الموضوع واضح للجميع. أنا ما إلي مصلحة أخبر عن جلال. وين مصلحتي؟ لو إلي مصلحة بهذا الموضوع ما كنت بساعده بتأمين أوراق السفر والفيزا بدون مقابل. إيه؟ يعني ما ضل غيري أنا؟ لا، ممكن يكون في واحد غيري وغيرك ونحن ما بنعرفه. شو قصدك خالد؟
يوسف لا تقطف الكباية من راس الماعون، ممكن يكون جلال نفسه مخبر حدا تاني ونحن ما بنعرفه. مستحيل. وليش مستحيل؟ ممكن جلال نفسه يكون مخبر البنت يلي كان طالع من شانها، ومن فرحته خبرها على الهاتف أو على النت، وانتو بتعرفوا قديش ممكن ينكشف. أو هي من فرحتها مخبر حدا من أهلها يلي هن أساسا ما بالدنيا فلاقوا فرصة. شو؟ ما بتشوفوا انه هيك فرضية ممكن تكون منطقية؟ بس انا جلال اكد لي انه هو ما خبر حدا عن هذا الموضوع حتى لور. بجوز. على كافة الاحوال انا كلفت المحامي تبع الشركة يلاحق القضية ويشوف شو ممكن نساعده، وانا اكتر من هيك ما بيطلع بايدي. شيء مختلف بالنسبة لي. أنا آمنت بصوتك وبموهبتك من أول لحظة شفتك فيها. مشان هيك أنا لما جبتك لهون جبتك لحتى طلعك من الدائرة الضيقة اللي أنت حاطة حالك فيها كنتي، لحتى تبلش مشوارك. لينار أنا ذكرتك بالعقد بس لحتى فهمك بأنه أنا فيني ألزمك فيه. بس مثل ما بدك، إذا أنت مالك حابة تكملي على راحتك من بكرة نفسخ العقد وترجع على الشام. ألو. مرحبا. أهلين. كيفك مراد؟ الحمد لله. والله مين معي عفوا؟ أنا نينار. بعرف إنه ما أنا حابب تسمع صوتي، بس الصراحة كتير محتاجة لك. خير؟ شو في؟ ايه يعني في شغلة حابة اخذ رأيك فيها. بشو؟ بشغلة إلها علاقة بشغلي. والله يعني نار بدي اعتذر منك كتير، انا كتير مشغول هلا وماني فاضي. براد بس يعني انا بدي احكي معك بس. نينار عن جد انا ماني فاضي وما عندي اي وقت ضيعه بقصة ما بتخصني اساسا. مراد الله يوفقك، انا ضايعة وحاسة انه انت ما بدك شيء يخزي العين عنك، انت اكتر حدا بيعرف يلاقي حاله، وطالما الموضوع بيتعلق بشغلك فبدي اعتذر منك كتير 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 لانه ما رح افهم فيه. طيب الله معك.
حواليها. لا ابدا ما في شيء، بس كنت متسطحه. كيفك؟ تمام. عليا امتى بدك تمرقي علي؟ بكره مشان الصور. ايه لا كنت كتير سخيفه. ايه لا خلص. ايه بس توصلي على الميلي. اوكي طيب حبيبتي، باي باي. وهون استاذ بتشوف تفاصيل العمليات الماليه كلها لكل شركه لحالها قبل ما نوصل لهون لهذا الجدول لحتى تشوف مجمل الشغل فيه. احسن. الله يعطيك الف عافيه يا شادي. الله يعافيك استاذ. استاذ وهذا السي دي خلصت منه؟ خالص استاذ. طيب شكرا كثير. عفوا استاذ. بالاذن. مع السلامه. طمني شو صار معك؟ ما بعرف. اعطيته السي دي. خلص انت عملت اللي عليك. مزبوط يا حبيبي. انا تاخرت على الشركه ولازم اروح بسرعه. بدك شيء؟ لا سلامتك. باي باي. فيك تقلنا يا معلم ليش ما بدك يانا نشتغل؟ خلاص دبا هن كم يوم بدك في مغيب. بس الشغل ماشي وعين الله عليه يا معلم. بدي سدني عك والحلاوة. الله يسامحك يا معلم ابو. شوف شاكر هن كم يوم بدنا نكف مغيب وبس تشت الدنيا انا ببعت وراكم. يلا احيط انتو. يلا تأمر معلم عبود. يلا حمدو امشي. سلام. سلام. ايه شو علي يا سيد مروان؟ بدك تقطع برزقنا؟ بسيطة. مهند لحظة خالته. هلا بفهم من حكيك انك انت عم ترجع تطلب ايد نرمين مرة تانية؟ ايه خالته انا عم اطلب ايد نرمين مرة تانية. شو رأيك انت؟ والله يا ابني ما بعرف شو بدي اقول لك. انت مو حكيت معها وهي قالت لك انه ما بدها؟ مزبوط خالته بس يعني انت امه وانت ادرى بمصلحتها. مهند حبيبي انت عم تحكي عن الجوازه. بعدين حتى لو انا بقدر احكي معها وبقدر اقنعها، انت فيك تتجوز بنت بالاساس هي رافضتك؟ خالته والله القصه مو هيك. بس نرمين يعني بنت ما بتعرف مصلحتها لسه منيح. بس بكره ان شاء الله بس الله كتب نصيب شوي شوي انت رح تشوفيها كيف رح تتغير. على فكره انا مالي مصدقه ابدا انه انت الفهمان عم تحكي هيك. بكل الاحوال اذا مالك مقتنع برفضها لك فيك ترجع تحكي معها مره ثانيه. بس انا بالنسبه لي مستحيل لانه بعرف رايها سلفا. هلا هيك شو علي؟ كله منشان مين؟ منشان الاستاذ شادي. ايه شادي اللي نحن ما بنعرف قرعه ابوه من وين. شادي؟ مين شادي؟ يعني على اساس هلا ما بتعرفي انا شو عم احكي. شوف مهند مع اني مالي فهماني عن شو عم تحكي بس انت تجاوزت حدودك. اذا بدك ايانا نضل اهل انتبه كثير لطريقه حكيك معي. ايه حاجه بقى والله الواحد ما بيعرف شو بده يحكي. اصلا انا بعد اللي شفته عندكم كان لازم اعرف انه الحكي معكم ما منه فايده. لا
شو شفت عنا؟ بالله شو شفت عندكم؟ يعني اثنين نسوان قاعدين لحالهم، الداخل داخل والطالع طالع وما بعرف شو، كيف شو شفت عندكم؟ مهند قوم اطلع من هون فورا. عم تقلعيني يا خالتي؟ ايه عم قلعك، لانك واحد قليل ادب وما بتحترم حالك، اطلع من هون ولا بقى تورجيني وشك نهائيا، انا بعدين بتفاهم مع امك. ماشي، شو عليك؟ اطلع! طالع! شو هاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الو، اهلين نادية، خير؟ شو صاير نادية؟ يرضى عليكي، هدي شوي فهميني شو صاير، شو القصة؟ ولا يهمك، فورا بيجي لعندك. ايه طيب طيب، جاي فورا، مع السلامة. شوف استاذ، الغاز نازل شوي بس ما بتصور يطول هيك، يعني بتوقع انه رح يرتفع بسرعة. معناته اشتري. بنشتري 3 عقود؟ خليهم 5. استاذ والله انا برأيي 5 كتير، يعني إذا بتحب بنعملهم 4. 4 4. اوكي. هلا بدك شيء؟ سلامتك استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلين. مرحبا. أهلين دكتور، تفضل تفضل اقعد. استغرب زيارتي مو هيك؟ لا لا ابدا. شو بتحب تشرب؟ لا ما جاي اشرب شيء، جاي احكي بس كلمتين وامشي. تفضل. شكرا. بالمناسبه الكلمتين مو حكي قد ما لهم طلب. اي وانا عم بسمعك. نرمين شبهة تنساها بنوب. اوف، يبدو لي انه الموضوع امر مو طلب. والله امر طلب، اعتبره مثل ما بدك، المهم النتيجة، المهم انك تمسح نرمين من ذاكرتك. طيب دكتور، فيني اعرف شو الاسباب الموجبة لهالشي؟ اولا لا انت من طينتها ولا هي من طينتك، يعني مو زابطين مع بعض. حلو الكلام. وثانيا؟ ثانيا نرمين انا خطبتها وراح نتزوج قريبا. عظيم يا سيدي، ان شاء الله الف مبروك. يا شو يعني؟ شو يعني؟ عم بارك لك بالخطبه، ونرمين ما عاد رح شوفها، بس بتمنى توصل لها مباركتي. كويس، يعني فيني اعتبر انه الموضوع انتهى. طبعا اكيد دكتور. بالاذن. اذنك معك دكتور، وبتمنى دائما تشرفني بزياراتك. شلونك؟ أنا منيح، مشتاق لك. احذري مين كان عندي هلا. مين؟ مهند. مهند؟ شو جابه لعندك؟ يا ستي جاي خبرني إنه خطبك وبدكوا تتزوجوا، وشو بيعرفني؟ قال بده ياني أبعد عن طريقك. كيف كيف كيف؟ مثل ما عم قلك. العمى، شبه هاد؟ شو صاير لمخه؟ المهم فهمني أنت شلون تعاملت معه؟ بكل هدوء. قلت له ألف مبروك ووعدته أني أبعد عن طريقك. طيب ماشي، منيح منيح، خلص تركني أنا أفهم شو قصته. حبيبتي واضح أنه هالشاب مانو طبيعي، يعني أنا عم خبرك بس من شان إذا تصرف أي تصرف. بعرف حبيبي بعرف، والله معك حق،
أنا بس لازم أفهم شو وضعه هذا. خلص حبيبي ماشي أوكي. طيب أنا آسفة. أوكي يلا باي. العوبي يا شادي، والله برافو عليك. لا ما عم بقدر صدق هذا اللي صار، ما عم بقدر صدق ابدا. هدي لي حالك، يرضى عليك يهدي لي حالك. انا بصراحه انزعجت كثير من طريقته التافهه بالحكي. المهم تهدي حالك، اعصابك بالدنيا. واضح انه انسان مريض وعقله في شيء. تخيل انه عم يتهمنا باخلاقنا لانه شافك وشاف الاستاذ خالد هون. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن جد هالولد مو طبيعي. كل القصة إنه ذكرني بالقهر اللي عانيت منه بعد طلاقي من أبوها لنرمين. ذكرني قديش تعذبت لحتى قدرت فهم الناس إنه حياتنا الخاصة ما لها مشاع، وإنه نحن حرين حتى لو كنا نسوان اثنين عايشين لحالنا. كلامك صحيح وحق معك، بس يرضى عليك يهدي لي أعصابك شوي حتى نعرف شلون نتصرف. أنا بس كان بدي حدا يقدر يحس فيي ويقدر يفشله قلبي. هلأ خلص مشي الحال. بدي أتشكرك كثير على جايتك وعلى أنك قدرت تسمعني. بالعكس، أنا اللي بدي أتشكرك على ثقتك فيي، لأنك اخترتيني حتى تحكي لي إلي أنا. بس أنا ما اخترتك، أنت الشخص الوحيد اللي بحس إنه في شيء مشترك بيني وبينك. طالما هيك معناتها بيطلع لي فنجان قهوة من تحت دياتك. على عيني بالإذن. تفضل. كيفك استاذ شادي؟ تمام الحمد لله الله يخليك. كيف الشغل تمام؟ كله تمام. تفضل تفضل اقعد استاذ. عود محلك. ايه شادي، المعلومات اللي جبت لي اياها انت متاكد منها؟ اي معلومات استاذ؟ المعلومات العامه استاذ. انا ما قصدي بس شوف حبيبي، جداول الحسابات يلي جبت لي اياها هي نفسها يلي عم يسلمك اياها زاهر؟ استاذ نحن منقدم كشوفاتنا لإدارات الدولة بناء على هي الجداول واللي هي فيها لعب واضح وكبير. فإذا لا سمح الله يوما ما صار تحقيق أو تفتيش، وضع الشركة ما راح يكون بخير. شوف يا شادي، أنا ثقتي فيك كبير كتير وهلأ زادت أكتر، وأنت بتعرف هلأ الشركة عم بتمر بمراحل انتقالية وخطيرة كتير وحساسة جدا، وأنا هلأ ما بدي شوشرة. فالله يرضى عليك بتنفذ أوامر زاهر بحزافيرة، وبنفس الوقت تبعت لي تقرير بالشاردي والوردي لحتى أعرف لاحقاً كيف بدي أتصرف. حاضر أستاذ، وأنا كتير سعيد بالثقة اللي منحتني إياها. لا لا يا شادي، أنت بتستاهل أكتر من هيك. زاهر بمكتبه؟ إيه المفروض يكون موجود. عود أنا بروح بشوف. صحيح شادي، كيفك بهالأيام أنت ونرمين؟ ما فهمت أستاذ شو قصدك؟
أنا عم بسمع وما كنت عم صدق إنه هذا هو مهند، مو معقول. إيه بسيطة ماما، بسيطة بسيطة، أنا رح أعرف أتصرف معه. حبيبتي لا في داعي تتصرفي ولا في داعي تعملي شيء. أنا خلص تصرفت، قلعته من البيت. إيه بس ما بيكفي، لأنه هو طلع من هون وراح لعند شادي وقال له قال أنا ويا بدنا نخطب وكمان بدنا نتزوج. شو هالحكي؟ معقول؟ لكن شو عم بقلك، هاد التصرف ما بيكفي معه؟ شلون يعني؟ بعدين تعي لهون. مين هذا شادي؟ ماما ليكي انا رايحه مشوار صغير، ما بتاخر برجع وبحكي. نرمين؟ تعي لهون، خبي عليك. لك ماما لا عم خبي عليكي ولا شيء، خلص عم لك مشوار صغير، حضري العشاء برجع عم نحكي قد ما بدك. طيب حكيني بس. حبيبتي شو؟ باي. شو؟ ما في تفضلي؟ تفضلي. بتقدر تفسر لي شو اللي سويته حضرتك اليوم؟ تفضلي عادي. بدون ما اقعد، ممكن تقولي كيف تسمح لحالك تحكي معه بالطريقه اللي حكيت فيها؟ وكيف هيك بتروح لعند شادي وبتحكي معه الحكي اللي حكيته؟ لك انت شو قصدك من كل هالحركات؟ ما قصدي شيء، بس انا بحبك وبدي اياك. سبق وحكينا بهذا الموضوع وقلت لك اني بحب شادي وقلت لك انه بدنا نتزوج. قل لك اكثر من هيك، انا ما بطيقك، ما بطيقك، عم تفهم؟ لكن نرمين، ان رحتي ولا اجيتي انت بتبقي بنت خالتي، وانتوا اثنين نسوان عايشين لحالكم، وبصراحه طريقه حياتكم ما عجبتني منوب، وانا واجبي اني مهند. لا بقى تكفي، نحن صرنا هلا 30 سنه عايشين لحالنا، يعني من قبل ما تخلق حضرتك، وبامرنا ما كنا بحاجه توصي علينا، وبس نحتاج لواحد فتاكد انه ما رح يكون انت. فاذا بتريد الله يخليك لا بقى تتدخل بشؤوننا ابدا، واذا بتنسى انه عندك خاله وبنت خاله بيكون احسن بكثير. والله والله العظيم رح تضطرني اتصرف تصرف معك ما بيعجبك منوب، عم تفهم؟ مريمي عم تهدديني؟ اي نعم عم بهددك، واذا مالك مصدقني جرب مره واحده بس تعمل حركه من هدول الحركات وبتشوف. مريمي طيب قول لي المحكمة بدها تطول شيء؟ بالضبط ما بعرف، بس أكيد بدها شوية وقت. وفي أمل؟ يوسف والله العظيم ما بعرف، أنا مثلي مثلك عم باخذ معلوماتي من الضراب خالد. يا أهلين. بترجاك ها؟ هاي النبرة تحديدا تبعك بهذا الوقت لا تحكيها معي. مراد بس فهمني كيف ممكن تثق بشخص مثل خالد بعد كل الحكي اللي حكيت لي عنه والمعلومات اللي عندك عن شغله؟ ولك مين قال لك أساسا إنه أنا واثق؟ بس شو طالع بإيدي؟ يا أخي المشكلة مو صارت عن طريق خالد، يمكن الحل ما يكون إلا عن طريقه، وهي المعلومات اللي عم تحكي عنها لك رغم إحساسي الشديد والعالي بأهميتها وخطورتها، بس لهلأ ما لقيت وثيقة دينه، يعني رأيي وموقفي من خالد هلأ حقه فرنجين ونص بأيام الغلا. ليش عم تطلع فيني هاي النظرة الخرندعية الاتهامية تبعك؟ لك لأني ماني مصدق إنك بإيديك وديته لجلال على خربان بيته. يا الله دخلك يوسف، هات لبوس ايدك. والله العظيم انا مو ناقصني احساس بالذنب اكثر من الذنب اللي عم ياكلني. ليش عم تعمل معي هيك؟ ليش حاطني بالقرنه ونازل فيني كبس؟ لك اخي انا موافق معك، انا ارتكبت حماقه على راسي من فوق، بس انا بشفع لي انه نيتي كانت سليمه. كنت بدي ساعده لجلال، بدي طالعه من الكابوس اللي هو عايش فيه. اما حضرتك شو عملت؟ انت بس بدك تحاسب العالم،
هذا ليش وهذا كيف وهذا امتى. والسلبيه هي تبع، وعلى فكره هي السلبيه مو بهذا الموضوع، بكل مواضيع حياتك. فيك تقلي شو فادتك؟ شو قدمت لك او قدمت لغيرك؟